باسميه. الزقلاني بن عاشر. الزقلاني بن عاشر. الزقلاني بن عاشر. فين كتكون دابا انت؟ في الزرقاء. في الزرقاء. 8 سنين ولا في الزرقاء. 8 سنين. ما عندكش عائله ولا شنو؟ كلها فين مشى. كلها فين مشى. والاصل ديالك منين اصلا؟ انا ديالي انا محمديه. محمديه. شنو المشكل اللي عندك دابا؟ مرت من هنا. من رجليك. بجوجهم. هذه قديمه. هذه قديمه فيها الحديد خصني نحيدهم ما تحيدش. شنو السبب اللي كتهرسي تما شنو؟ ضربني وهرب واحد الطونوبيل. والرجل الثانيه؟ تا هي نفس المشكل. هرسه. دخلتي السبيطار مولاي عبد الله. انت 14 يوم 13 يوم. 14 يوم تنعس. داووك داروك القبص داروك. القبص صافي. القبص. وشنو اللي كطالب دابا؟ شنو المشكل اللي عندك؟ شنو كطالب؟ موتها صحيحه والناس. مازال كضرك رجلك؟ باقي كضرك باش كتحس؟ ما كنقدرش نوض. الصداع. والاطباء وداك الشيء قلت لهم الداخل. واش قالوا لك؟ خرجوني لحولي الهيمه على 8 ونص. كيفاش خرجوك؟ واش خرجتي انت ولا خرجوك؟ لا خرجوني هما. كيفاش خرجوك؟ هزوك في الباياس وحطوك ولا شنو؟ الكروسه. خرجوك؟ خرجوني هي لحولي. منين جيت انا في زنقه؟ دابا شحال كتعزى معاك قدام السبيطار؟ شحال دابا كتعزى قدام السبيطار؟ من البارح مع 8 البارح خرجوك؟ مع 8 ونص. محمد فائل جمعاوي. قول صراحه انا كنت سنكر هذه الحاله. السيد دابا تقريبا فوق 14 يوم وفي مستشفى مولاي عبد الله على حساب المعلومات اللي عندي. جابتوا سياره الاسعاف داروا لي القبص. الحق لله كان ناعس في المستعجلات لان كنعرف المستعجلات عليها ضغط كبير. يلا كاين حالات الاكسجين كاين حالات ديال الحوادث السير خاصهم يقابلوا ممكن يديروا لي القبص. وانا خاص كنجي كنزورو بسبيل الله يوميا. اتصلت بالناس باش يمشي لشي وطيط من الليل ولا خصو يمشي لدار العجزه. راه ماشي عندي غير هذه الحاله، راه عندي ثلاثه الحالات. راه الحاله الثانيه فين بارك هو هو الملف ديالو. ودابا كنطلب من الناس المسؤولين باش يديروا واحد المساعد. ما يبقاش السيد في الزنقه. راه عيب ما تشوف الناس. شوف اخويا راه من الله ما تقدرش. كنطلب يد المساعده التدخل السريع دابا حاليا. احنا مستعدين دابا خصو على دابا ماشي غير نجيو ندويو نصورو نمشي ولا. انا ما غنحيدش من حدا من غنبقى حداه. سيد دار لي حل جوج عندي ثلاثه الحالات. شحال عندك من عام؟ 57 عام والاخر عنده 68 عام. شنو سميتك وكنيتك؟ حمد برهوان. نعم حمد برهوان. والسكن عندك فين؟ ما عنديش سكن انا. انت ما عندكش هي؟ ما عنديش سكن انا. في الاول فين كنتي في الاول عايش؟ ما كاين. كنت عايش واحد كره ما كنخلص ليه الكره. فين عايش؟ فين تعيش؟ في المرسى. مرسى. العائله ديالك منين كاينه اصلا؟ ما عندكش اكادير. اكادير. العائله ديالي اكادير. شنو المشكل دابا اللي عندك؟ ما عنديش انا السكن. المبيت ما عنديش. ما عنديش السكن ما عنديش المبيت. لا وكاين كتعاني من شي مرض؟ عندك شي مرض؟ انا كنعاني من مرض دياليز. ديالش؟ دياليز. دياليز. شحال هذيك الحصه تقريبا اللي كدير؟ يلا بدا يلا غادي يبدا. يلا غتبدا. يلا غادي يبدا. دابا انت فين جالس؟ دابا انت هنا والله انا جالس قدام. ما عنديش انا فين جالس. ما عنديش فين جالس. اش من كتطلب؟ شنو المطلب ديالك؟ شنو اللي باغي يطلب من هاد الناس اللي كيشوفوك المسؤولين ولا شنو؟ بغيت انا دا المبيت فين غني البيت. قال ما باش نمشي للخيريه ولا نمشي لدار العجازه ولا نمشي. شي بيت باش يستقل من واحد الشهر ديال الديان ولا شهرين ولا تتفوت هاد الشتا هادي. بعدا سيو بوحمد شوف شوف راه مكان هادي مركب. دير مكان هادي راه مركب لاباراي. حل راه لاباراي مركب مكانه. يعني باش يلا غيبان. راه مركب لاباراي. راه الناس المحسنين الله يجازيهم بخير كنشكرهم من هذا المنبر اللي قدموا واحد يد المساعده كبيره لان باقي الحمد لله المحسنين عندنا. مقا التحليلات ديالو. صافي صافي با. لا صافي. عافاك عطينا شي فكره على الحاله ديالو دابا. الحاله ديالو كيفاش في الزنقه؟ الحاله ديالو في الزنقه. الصحه ديالو خصو يمشي يديرها. هو الصحيه درت ليه واحد المكانيه بكاسمير 4000 درهم. ها هي 4000. هادو الناس المحسنين ماشي انا. الناس الله يجازيهم بخير داروا البارح زاد الدم شي جولي من الدار البيضاء من 9 وانا في الدار البيضاء حتى لجوج بسبيل الله. عطوني الدم بالمجان الحق ولله ما خلصتو ما والو. ها هو 27000 ريال دار صفا الكلاوي. ها هي 1200 درهم هاد الدواء ديالو. خلصوا لي واحد السيد هو الله يجازيه بخير. خصو يمشي يدير واحد التلفاز ديال الكلاوي باقي. هو كيباس في الزنقه. هي لاباراي مركب. راه مركب لاباراي مكانه. خصو يمشي يدير الدياليز. خصو يدير الحصاص. ما عنديش دابا انا وقفت تبلوكيت. فين غندي؟ كنمشي دابا ندي حتى للدار البيضاء تبلوكيت انا دابا. راه جوج حالات. عندي حاله اخرى عاد ثاني 72 عام.
هو كاين في السبيطار ما كاين مشكل دايرين معنا مزيان داخل شادين الله يجازيهم بخير. راه الاخر في النعاس بتصور لي ها من الناس المحسنين الله يجازيهم بخير كاين الثقه الكامله عطاونا المصاريف مشاو خلصوا بيديهم مشاو عطاونا هنا الفلوس مشاو معايا للكلينيك مشى للكلينيك ها هو والله الا يرانس دابا باش نخلو دابا ما فهمش انا هاي التحليلات عنده فقر الدم خصو يزيد الدم عنده فقر الدم حاد ها ما الوضع صعيب كلشي مخلص ها ما درتش مولي في المستشفى مولاي عبد الله التحليلات هادو ها الكلاوي ما عندوش دابا صافي